طرحوا هالمسألة، ياهو الأفضل أن يولى المسلم الظالم يو الكافر العادل، من اللي يولى؟ أحجموا وقفوا، لأن المسألة حساسة. قدم نعم أحد الفقهاء قال لا، الكافر العادل أفضل من المسلم الظالم، وقع. اتأمل هذا موقف حدي، موقف مهم، لأن أرجوك أنا شريد من عند هذا، هو ربه يروح يتفاهم، هو ربه أنا شنو عقيدته؟ جيب لي واحد عادل، جيب لي واحد يخلي المجتمع يعيش بهدوء، أعصاب هذا الأعراض محمية، الكرامات محمية، الدماء. أكو واحد والله قال لا إله إلا الله وهو بؤرة من بؤر جهنم، قال لا إله إلا الله وهو تتبرأ منه الوحوش، هذا أنا والله شنو؟ قال لا، هذا يضحك على لا إله إلا الله، هذا عنده إله هوى في نفسه، هذا عنده إله عصبية، إله صنمية. أما إذا كان لا والله عقيدته هو ربانا مسيحي كافر، إلا أنه عادل، يحقق العدل بين الناس، يحفظ حقوق الناس، يرعى مصالحهم، يحقن دماءهم. واحد لا والله قال لا إله إلا الله وهو يتقرب يشرب الدم كالذئب، هذا أنا أعتبره أهم. اتقدم الرجل وأعطى هذه الفتوى. فإذا إظهار الحق إلى قيمته، القرآن الكريم يقول احنا أخذنا عهد على العلماء، شكر النعمة، نعمة العلم التي أنعم الله عز وجل بها على العلماء، شكرها شنو هو؟ أن يبينون الحق، ما يكتمون الحق، فيظهروه للناس، ولا يلعبون بالنصوص يأولوها، لا يلعب يجي إلى النص. يعني الكتمان إلى نوعين، مرة يجي للنص يضمه، ومرة لا والله يفسر للنفس تفسير باطل غير صحيح. دن اثنين، الله عز وجل يقول احنا أخذنا العهد أن يبينوه، لا يكتموا للحق.